السلام عليكم، يعطيكم العافية. الجزء الثاني من Infections of the CNS، أنا قسمت التقسيمة هاي عشان نخلي الفيروسز لحال وباقي الباثوجنز لحال. بس احنا حاليا بالسكشن تاع البارنكايمال انفكشن، وبسكشن البارنكايمال انفكشن اول شيء شرحناه اللي هو البكتيريا وكيف البكتيريا بيعملوا ابسيسز البارنكايما لما يدخلوا يعملوا بارنكايمال انفكشن. بالنسبه للفيرال انفكشن، فيرال انسفيلايتس، انسفيلايتس معناها انفلاميشن اوف ذا بارنكايما، ولها لفظين انسفيلايتس او انكفيلايتس، ممكن تنكتب كمان بطريقه ثانيه انكفيلايتس او انسفيلايتس، نفس الشيء عشان اللفظ اذا سمعتوه من حدا ثاني. فالفيرال انسفيلايتس از ا بارينكايمال انفكشن اوف ذا برين ذات از اولموست انفاريبلي اسوسييتد وذ مينينجيال انفلاميشن، مينينجيو انسفيلايتس. فبحكي لك انه دائما تقريبا يعني اذا عندي فيرال انسفيلايتس في عندي مينينجيو انسفيلايتس. فالفكرة انه الفيروس السبريد تبعها بيكون كثير عالي، فدائما بيشمل البرينكايما والمنينجيز. While different viruses may also show varying patterns of injury, the most characteristic histological features are، اللي بحكي لك هي انه الهيستولوجيكال فيتشرز تاعيت الفيرال انفكشن كلها تقريبا واحد. اول موضوع انه بيري فاسكولار اند برينكايمال مونونيوكليير سيل انفلتريت. مونونيوكليير احنا حكينا مونونيوكليير معناها ليمفوسيتيك وماكروفاجز، بس هون لما يحكي مونونيوكليير سيلز بالفيرال هو قصده عن الليمفوسايت. اوكي، فبحكي لك انه في عندي انفلتريت لا ليمفوسايتس بالبيري فاسكولار وبارينكايمال ريجن. بعدين بحكي لك انه بيكون عندي ماكروغليال نوديولز. الماكروغليال نوديولز شرحناهم باول فيديو، اول موضوع الماكروغليال نوديولز اللي هم رود شيبد ماكروغليا، بيكون صار الونجيشن للماكروفاج الماكروغليا الموجوده داخل البرين. نيوروفاجيا، نيوروفاجيا عبارة عن ماكروفاجز بتكون حوالي النيورون، حوالي السيل بادي، وجزء منها بيكون عامل فاجيا للنيورون فبنسميها نيوروفاجيا. بعدين انكلوجين باديز، فاللي هون ماشي هم اربع نقاط بس هم سهلين، انه بكون في عندي ليمفوسايتس، بكون عندي ماكروفاجز، وبكون في عندي انكلوجين بادي. الليمفوسايتس مكانهم بيرفاسكولار بارينكايمال، الماكروفاجز اشكالهم اللي هم درستهم انت باول محاضره اللي هم نوديولز ونيوروفاجيا، وعندي انكلوجين بادي. هاي الصوره راح تمرق معنا لقدام، راح نجيبها باكثر من مره، بس هاي الصوره فيها الهيستولوجيكال فيتشرز للفيرال انفكشنز. اول شيء سي ان اس فيرال انفكشن كاركترستيك فايندينجز اوف فيرال مينينجيو انسفلايتس انكلود اي بيري فاسكولار كفس اوف ليمفوسايتس، لانه حكينا الليمفوسايتس اللي هم المون نيوكليير سيلز بيعملوا انفلتريشن حوالي الفيسلز، فبيري فاسكولار كفس. كفس يعني زي يعني كف اللي هو لما تحكي كف بيكون قصدك بالعربي ايد البلوزه نسميها كف، يعني ما بعرف صراحه اكيد في كلمه بالعربي لمصطلح كف بس انا مش خاطر على بالي. المهم بتكون محيطه بالفيسل بيري فاسكولار كفز. بي بيكون عندي ماكروغليال نوديولز، هاي الصوره فيها ماكروغليال نوديولز اللي هم عباره عن ماكروغليا وبتكون متجمعه مع بعض وبيكون جزء منها بيكون رود شيبت. اوكي، صورة سي فيها هيربيز انسفيلايتس. اوكي، هيربيز انسفيلايتس هو واحد من الانفكشن اللي بيعمل انسفيلايتس. هيربيز اللي هو هيربيز سيمبلكس، بضرب التمبورال لوبس بالعاده، بقول لك هيربيز انسفيلايتس شون اكستنسيف ديستركشن اوف ذا انفيريال فرونتال اند انتيريال تمبورال لوبس. اذا انكم متذكرين لما حكينا بالتروما حكينا في عندي الفرونتال لوبس والتيمبورال لوبس، الاثنين هم الاوربيتال جايرايل الفرونتال والتيمبورال لوب لاي اون ذا بيس اوف ذا سكال. فهسه الفكره انه الهيربيز بضرب البيس اوف سكال، ايش الموجود على بيس اوف سكال اللي هم انفيريال فرونتال والانتيريال تيمبورال لوبس، يعني سهل فهموا فهم. الاتش اي في انسفيلايتس الصوره الاخيره، الفكرة بالاتش اي في انسفيلايتس انه بيكون زي غيرها بس بيكون في عندي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز موجودة بالاتش اي في انسفيلايتس. هاي الصور كلها راح ترجع تمرق معانا كمان مرة. اوكي، فهون بقول لك انه مايكروغليال نوديولز ومالتي نيوكليتد جاينت سيل اللي الاتش اي في. The CNS is particularly susceptible to viruses such as rabies and polio.
اوكي يعني الريبيز والبوليو لما يجي يعملوا انفكشن بيحبوا يروحوا على السي ان اس. Some viruses infect specific CNS cell types while others because of their route of entry بيكونوا involved particular areas of the brain. فمعناته في عندي بعض الفيروس بتروح على cell type معينة وفي بعض الفيروسز بسبب الروت اوف انتري تبعهم بيروح على particular area such as medial temporal loops والlimbic system. بعض الفيروس بتحب تروح هون. Okay, in addition to direct infection, the CNS can also be injured by immune mechanism after systemic viral infection. هذا الحكي اللي حكيناه بأول محاضرة الانفكشن انه شو الطرق اللي ممكن يصير فيها دمج. الطرق كانت أربعة من باب التذكير، خلينا نعيدهن، اللي هو انه الدايركت باثوجين نفسه يعمل انجري سواء كان بكتيريال ولا فايرال. الثاني طريقة انه توكسين يطلع من هذا الباثوجين، يعني مثلا بكتيريا تطلع توكسين. ثالث طريقة انفلاماتوري بروسيس، الانفلاميشن يعمل دمج بسبب الانفلاميشن، او يكون في اميون ميدييتد. اوكي هاي اللي بيحكي اللي بنحكي عنه هذا انه سي ان اس كان اولسو بي انجرد باي اميون ميكانيزم افتر سيستميك فايرال انفكشن. بعض الفيروسز الدكتور مش ذاكرهم ب بهذا المحاضرة، يعني كويس مش ذاكرهم بس ناخذ فكرة عنهم، انه بعض الفيروسز بيعملوا سيستميك انفكشن بعدين بصير في عندي اميون رياكشن لهذا الفيروس. الاميون رياكشن بيعمل بلازما سيلز، بيعمل انتي بوديز. الانتي بوديز هاي المفروض تضرب الفيروس، بتروح على العميان بتروح تضرب البرين بارينكايما وبتعمل دمج من دون ما يكون الفيروس وصل للبرين. فهون الفكرة in addition to direct infection the CNS can also be injured by immune mechanism after systemic viral infection. المثال اللي عليه اللي هو الميزلز، يعني ما تحفظوهوش ما مش مهم مش مطلوب منكم. Intrauterine viral infection may cause congenital malformation such منهم يعني as occur with rubella. هون اللي نحكي عنه لما نحكي intrauterine viral infection يعني انه الفيروس موجود عند الام بعدين بتحمل بنتقل عبر البلاسنتا وبدخل على الـ 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 البيبي اللي موجود بالبطن الام. من مثال عليها الروبيلا، شيء يسموه congenital روبيلا، واحد من الامراض الدكتور مش شارح عنه بس بدي يحكي لكم فكرة عن انه كيف الفيرال انفكشن واحد مثال عليه الروبيلا. اول نوع من الفيروس بدنا نحكي عنه اللي هو اربو فيروس. كلمة اربو جاية من ارثروبود برون فيروس. كلمة ارثروبود معناها متعدد مفاصل، يعني الحشرات، يعني كل الحشرات ما عدا العناكب لما نحكي ارثروبود هيك بمصدر. اوكي فاربو فيروس هم الفيروس بنتقلوا عبر الارثروبود عبر الحشرات. Are an important cause of epidemic encephalitis. هم سبب مهم للإبيديميك encephalitis. كلمة epidemic معناها إنه عبارة عن infection بنتشر بمنطقة معينة. أوكي. ليش مهمات؟ لأنه بعض الحشرات بتكون موجودة بهاي المنطقة وبتظلها تنشر المرض داخل هاي المنطقة. The more commonly encountered types are في هسه بدنا نحكي عن التايبس تاعت الاربو فيروس اللي ممكن تعمل عندي viral encephalitis. نحفظهم: Eastern and Western equine encephalitis و West Nile virus. West Nile سهل حفظه، مصر ربطوا الموضوع في West Nile virus. و Eastern and Western equine encephalitis. equine معناها horse. اوكي فهو equine encephalitis و Eastern Western. Animal hosts act as a disease reservoir for the arbovirus which are mostly transmitted by mosquitoes. هاي معلومة بالنسبة للأربوفيروس إنه في animal host. أوكي أنا مثلا الفيروس هذا مش قاعد بيصيب الإنسان وموجود داخل الحشرة، طب كيف أنا مثلا بترك هاي المنطقة، المنطقة هاي فيها بتركوها البشر بيبعدوا عنها وبرجعوا عليها بعد 100 سنة الفيروس بظل موجود. طب كيف ظل موجود؟ ما هو ما بيقدر يعيش جوا الحشرة لأنه الحشرة هاي ما مش بس بتتعامل مع البشر وبتشرب منهم دم أو بتقرصهم، برضو بتقرص بعض الحيوانات مثل الهورسز أو أي حيوان ثاني. فالأنيمال بتشتغل ديزيز ريزرفوار، يعني بتحافظ على الديزيز موجود.
عشان هيك طبعا خصوصا الموضوع المسكيتس، عشان هيك الاربو فيروس كثير صعب اننا نتخلص منهم كثير. وانا ما بعرف مثال على اربو فيروس قدرنا نتخلص منه بتاريخ البشر، لانه ما في حل غير تقتل كل الحشرات الموجوده بالمنطقه، وهذا الحكي شبه مستحيل. قبل ما نروح عن السي اس اف، هاي انواع لما نحكي اربو فيروس، احنا بهمنا بس الويست نايل والايسترن ويسترن اكواين فيروس، اللي هو ويسترن ايسترن ويسترن اكواين انسفيلايتس. هاي بس صورة توضيحية. هاي المسكيتو اللعينة، هاي سبب مشاكلنا كلها بموضوع الاربو فيروسز، وهي اكثر واحدة بتنقل الامراض. هنا فكرة الريزرفوار، كيف انه الحيوانات بتعمل ريزرفوار مش بس الـ على الهيومن، والاربول اللي هو الارثروبود اللي هو هاي الحالة المسكيتو، كيف المرض بيظل. فالمرض هنا معلم بالاشارة اساس. بالنسبة للسي اس اف، السي اس اف بحالات الانسفيلايتس، الفيرال انسفيلايتس بشكل عام، اول شيء كالرلس. طيب هذا ليش الكالرلس حكيناها قبل بالمواضيع لما حكينا عن المنينجايتس، ما حكينا على الكالر، بس بالبكتيريا المنينجايتس انا فيه بيكون عندي تيربولنس بالسي اس اف، يعني بيكون فومي، يعني بيكون مبين لونه على ابيض وفي زي زبد، اوكي حرفيا يعني هو بيبين زي الزبد. بس بالنسبه للفيرال بيكون كالرلس، يعني لونه زي لون السي اس اف العادي، ما بتاثر. وسلايتلي انكريز ان بالبرشر، البرشر بيكون زايد شوي لانه في عندي انفلاميشن بالبرين برينكايما، فعملت شويه اديمه، فشوي بيزيد البرشر. البروتين ليفل احنا عارفين زيه زي المننجايتس بيكون مرتفع. انيشيالي انيتروفيليك ذات رابيدلي كونفيرت تو ليمفوسيتيك. بالنسبه لانواع الخلايا احنا عارفين انه الفيرال ليمفوسيتيك هم الليمفوسيتكس، بس بحكي لك انه انيشيالي بيكون عندي نيتروفيليك. طبعا لما نحكي انيشيالي يعني اول ساعات، يعني اقل من 12 ساعه. بعدين بقول لك شوجر كونتنت از نورمال، فهي نفس اللي حكينا عنه بالمنجاتس عن الفيرال مينجاتس، نفس الفحوصات. بس اللي بيفرق هون انه البريشر هون بيكون مرتفع بالفيرال انسفيلايتس. هيستولوجي، بالفيرال انسفيلايتس بيكون في عندي اول اشي حكيناه بيريفاسكولار ليمفوسيتيك كافس، اللي هم طبعا هم منينجيو انسفيلايتس، حكينا انه صعب جدا يصير في عندي فيرال انسفيلايتس من دون ما يصير في عندي منينجيال انفكشن، يعني منينجايتس بسبب فيرال انفكشن اللي هو بسموها اسيبتيك منينجايتس. مالتي فوكال جراي اند وايت ماتر نيكروسيس، النكروسيس بيصير بسبب الدمج، هاي ما كانتش قبل شوي بالسلايد اللي قبل هذا. نيوروفاجيا موجوده بالسلايد قبلي، ماكروغليال نيوديولز موجوده. In severe cases there may be a necrotizing vasculitis with associated focal hemorrhage. بعض الحالات السيفير بيصير في عندي شيء بنسميه necrotizing vasculitis، يعني النكروسيس اللي صارت سببها inflammation بالفيزل vasculitis. فلما يصير vasculitis بيصير weakening لهاي البلد فيزل، بعدين بيصير فيها هيموريج وبصير فيها نيكروسيس بالمنطقه اللي حوالي البلد فيزل. فاربع اشياء بنشوف فيها الهيستولوجي: بيرفاسكولار كافس، لان والبيرفاسكولار لينفوسيتيك كافس، وحكينا احنا منينجيو انسفيلايتس. بنشوف مالتي فوكال جراي اند وايد ماتر نيكروسيس، بنشوف الماكروفاجز اللي هم النيوروفاج والماكروغليال نوديولز، وبنشوف نيكروتايزنج فاسكولايتس اللي هي اللي بتعمل عندي فوكال هيموريج. اول فيروس بدنا نحكي عنه اللي هو الهيربيس سيمبلكس فيروس. هيربيس سيمبلكس فيروس له 2 تايبس مهمين، اللي هو هيربيس سيمبلكس فيروس 1 وهيربيس سيمبلكس فيروس 2. هيربيس سيمبلكس فيروس 1 في عاده يوجولي لوكيتد فروم ليجنز ان اند اراوند ذا ماوث. هاي المعلومات مش مطلوبه، بس عشان الدكتور بيحكي يعني بذكر هاي المعلومات وبعتبر انكم بتعرفوها. Usually located from lesions in and around the mouth, transmitted by direct contact or droplets, spread from case carriers. إنه HSV1 بردو بيكون above the waist و HSV2 بيكون below the waist. HSV1 بيعمل الإشي اللي بنسميه إحنا حبة البرد، اللي الناس عندنا بطلقوا عليها حبة البرد، اللي بتطلع عادة على اللبس أو حوالي اللبس. اوكي وعباره عن ماكيولو بابيولار راش، هي بتكون وبيكون في فيزيكال فيها.
الهيربي سيمبلكس 2 بتعمل الفيزيكلز تاعيتها بتكون على الجينيتاليا. هسه بدي افرجيكم صورة الفيزيكلز هاي، فراح يكون في صورة لجينيتاليا. اوكي، هاي هيربي سيمبلكس 1، الصورة الأولى هاي حبة البرد، وهاي هيربي سيمبلكس 2 بيكون في عندي على الجينيتاليا. فهسه بدنا نحكي عن الهيربي سيمبلكس فيروس تايب 1. بحكي لك ممكن يعمل انسفيلايتس متى؟ produces encephalitis that occur in any age group but is most common in children and young adults. اوكي، فالهيربي سيمبلكس تايب 1 in any age group most common بالchildren and young adults. Only some patients have previous oral hepatic lesions. يعني مش الكل موجود عندهم الاورال hepatic lesions، بس جزء منهم عندهم الاورال hepatic lesion. Commonly causes alternation in mood, memory and behavior. في العادة بيعمل alternation بالmood والmemory والbehavior. لما تشوف انت alternation بالmemory اعرف انه انا ضربت التمبورال لوب. لما تشوف كلمة alternation بالmood والbehavior اعرف اني ضربت الفرونتال لوب، سواء كانت الليجن viral infection ولا ischemic ولا مهما كانت. عادة لما احنا نحكي alternation بالمود او behavior بكون قصنا frontal. alternation in memory معناته temporal، فاحنا بقول لك reflecting the involvement in frontal and temporal loop. جميل. grossly there is necrotizing and hemorrhagic meningoencephalitis كالعادة، هو عادة بيكون meningoencephalitis. Starting in and most severely involves the inferior and medial regions of the temporal loop and the orbital gyri of the frontal loop. الهيربي سيمبلكس بحب يضرب البرين من تحت ببغته ومبغته. المهم، فالبرين هو نايم على السكال. الاجزاء النايمه على السكال، الاجزاء اللي لامسه السكال، هي الفرونتال اللي هم الاوربيتال جايراي اوف ذا فرونتال لوبس والانفيريو ميديال ريجنز اوف ذا تيمبورال لوب، وهم هذول الريجنز اللي بضربهم مين؟ الهيربي سيمبلكس تايب 1. اوكي، في شيء اسمه كراودي تايب A intranuclear viral inclusion bodies can be found in both neurons and glia. هاي حفظ المعلومة يعني ما فيهاش. حكينا انه الفيروس عادة بيكون معهم inclusion bodies، وهو الطريقة اللي بميز بين كل فيروس وفيروس اللي هي inclusion bodies او المكان اللي بضربه الفيروس. ف بال HSV1 بشوف كراودي تايب A intranuclear viral inclusion bodies. inclusion bodies بيكونوا موجودين بالنيورونز والجليا. هاي الصورة نفسها اللي هناك بس كبرناها، اللي الدكتور فرجانا اياها موجودة بالسلايدات. اذا انكم شايفين الجزء اللي مبين انه في عندي infection اللي هو الـ inferior aspect واللاترال aspect of the temporal loop. اوكي، هذا صورة من نت، مريض عنده التمبورال لوب تبعه ماكل هواء. هاي عادة HSV، ممكن تكون bilateral ممكن تكون unilateral. والموضوع كثير يعني specific لل HSV انه temporal وfrontal loop، لدرجة انه بتشخصوا من CT، يعني بتصوروا البني ادم CT واجب viral infection، وانا مش عارف شو نوع الفيروس، بعدني صورت المريض CT وبين عندي involvement انه في عندي inflammation بالfrontal والtemporal loop posterior aspect لهم. يعني هاي الحالة بتكون 90% انها HSV، بقدر ابلش علاج من دون ما قبل ما اعرف نوع الفيروس. اوكي، هيربي سيمبلكس فيروس تايب 2، حكينا التايب 2 بيعمل ايش؟ بيعمل اللي هم سكشوالي ترانسميتد ديزيزز. اوكي، CNS infection usually manifests in adults as meningitis. فحكينا انه الهيربي سيمبلكس فيروس 2 عاده مانيفيست از مننجايتس، يعني احنا ماشي احنا بنحكي عن البارينكايمال، بس الاتش اس في تايب 2 في العاده بيجي بس مننجايتس، بيجيش مننجينسفيلايتس. ليش؟ لانه مش كثير فيروس قوي. اوكي، الاتش اس في 1 اقوى منه، الاتش اس في 1 اقوى من الاتش اس في 2. بس الاتش اس في 2 بنفس الوقت بيعمل إشي ثاني خطير، إنه while disseminated severe encephalitis occur in many neonates born by vaginal delivery to woman while active primary HSV type 2 genital infection. يعني الwoman بيكون عندها على الفاجينة تاعها وعلى الليبيا تعيدها بيكون في عندي HSV lesions HSV type 2، بيكون عندي vesicles.
عبارة هذا يعني انه عندها active disease، لانه احنا ال HSV معلومة من المايكرو في عندي active و dormant disease، لانه ال herpes simplex بيقعد بالعصب بعدين برجع يطلع بصير له reactivation، سواء كانت HSV1 حوالي الماوث او HSV2 عند الجينيتاليا. فالفكرة انه ال HSV type 2 اذا صاب البيبي النيونات عند ولادته بيعمل اشي اسمه severe encephalitis، اوكي disseminated severe encephalitis، disseminated يعني كل ال brain parenchyma و deadly، اوكي وإذا ما ماتش النيونات بعد من سببها يعني بصيبه إعاقة دائمة. متى بتصير؟ بتصير لما يصير عندي vaginal delivery للإنفنت عبر الفاجينال كانال بعدين بطلع، فهو الانفكشن بصير خلال الدليفري. فيعني إذا في عندي active أنا شو بعمل؟ شو برأيكم بعمل؟ أنا عندي المرض بنتقل بسبب الفاجينال delivery وعندي active، كيف بدي اخلي في الولد سيزيريان سكشن؟ فهي واحده من الانديكيشن تاعت سيزيريان سكشن اعذروني. اوكي the dependence on route of delivery indicates that the infection is acquired during passage through the infected birth canal rather than transplacentally. فيعني هو الانفكشن بيجي عبر الدليفري مش عبر البلاسنتا خلال الولادة. اللي ترانسبلنت بلاسنتا الفيرال انفكشن اللي جبنا سيرته فوق اللي هو الروبيلا اللي بيعمل كونجينيتال روبيلا، بس دكتور مش شارح عن الروبيلا واحسن. فيرسيلا زوستر فيروس، بنحكي هسه عن الهيربيز زوستر. هسه لما نحكي فيرسيلا زوستر فيروس احنا بنحكي عن الفيروس كجينوم اللي هو بيعمل عندي مرضين اساسيات. المرض الاول اللي هو تشيكن بوكس جدري الماء، المرض الثاني اللي بنسميه الشينجلز او حزام النار. اوكي طيب لما نحكي هيربيز زوستر لحالها ما بنكون قصدنا الفيروس تاع الفيروسيلا زوستر، بنكون قصدنا عن الشينجلز، بنكون قصدنا عن حزام النار. فهون احنا الشرحنا راح يكون عن الهيربيز زوستر كشينجلز. اوكي فبحكي لك انه الفيروسيلا زوستر فيروس فيزيد في كوزز تشيكن بوكس ديورينج اتس برايمري انفكشن. في العادة البرايمري انفكشن اللي هو اول انفكشن بيعمله بيعمل تشيكن بوكس يوجوالي without any evidence of a neurological involvement. The virus is established latent infection in neurons of the dorsal root ganglia. يعني اللي بيصير انه انت صابك تشيكن بوكس وانت كلكو صابكو تشيكن بوكس وانتو صغار وماخذين المطعوم وما اثر علينا كثير وما بيعمل CNS involvement. بيجي بروح الفيروس بيعمل latent infection in the neurons of the dorsal root ganglia. الدورسال روت اللي هم السنسوري روتس، السنسوري نيرف اللي بتدخل على البرين سوري اللي بتدخل على السباينال كورد، وهذول الدورسال روتس بيغطوا شيء بنسميه دورماتومال كفرج، يعني الدورماتومز يعني بيغطوا تي 1 تي 2 تي 3. فعاده بيروح ليتنت بواحد من هذول الدورسال روتس او اكثر من واحد وبصير اسمه latent infection، ونسبة كبيرة من الناس اصابهم chicken box عندهم latent infection. هذا latent infection بيظلوا latent وما بطلع. متى بطلع؟ بطلع بس انت تضعف، بس انت تكبر بالعمر كثير او يصيبك immunosuppression لسبب معين kidney disease، ممكن يصيبك الشينجلز واللي هو الهيربيز زوستر هو common، فبصير reactivation in adults. اوكي ولما حكى الدكتور كلمة adults هم عادة very old age، يعني مش 40 ولا 50، يعني فوق 60 ممكن يجي بالاعمار الاقل، بس anyway reactivation بتصير بالادلت ما بتصير بالchildren، يعني شبه مستحيل يجيك ولد صغير ب herpes zoster بشينجلز. manifest as painful vesicular skin eruption. اول شيء اول معلومه painful very painful من اسمه حزام نار، المريض يعني مش طبيعي الوجع اللي بيكون عنده. vesicular يعني فيها vesicles، يعني الفيسيكل معناها انه الحبة اللي بتكون filled with fluid with clear fluid. اوكي فهي عبارة عن تجمع للسوائل
داخل السكن، هاي نحكي vesicular skin eruption in the distribution of one or few dermatomes، يعني بيكون عادة واحد أو أكثر من واحد يعني بس قليل a few dermatomes بنسميه shingles. هسا الشينجلز اللي هي الكلينيكال ساين اللي بتطلع اللي هي هاي الحزام النار، هذا مثلا المريض عنده واحد من الديرماتومز، على الأغلب هذا الديرماتوم تبعه I think هذا T9 أو شيء زي هيك anyway، فبصار عنده reactivation وانكم شايفين مثلا واصل من هون بعدين بيوقف لأنه هذا الديرماتوم ثاني مختلف وهنا مش موجود وهنا مش موجود. بيحكي لك usually a self-limiting process يعني بيروح لحاله but there may be a persistent pain in the affected region. okay هي self-limiting المريض اللي نعمله شيء غير انه اعطيه انه بين ريليف بعدين تا يروح وبعد فترة سنتين ثلاث برجع يعمل reactivation كمان مرة نرجع نعطيه بين كيلر برجع يروح. بس بيحكي لك في شيء اسمه post-herpetic neuralgia. كلمة post herpetic يعني ما بعد الهيربس زوستر، نيورالجيا يعني بين جاي مصدره من النيرف. هسا أنا صار في عندي reactivation بعدين صار عندي reactivation بعدين راح الشينجلز راح الحزام النار الموجود، بيصير عندي بمنطقة اللي كانت موجودة اللي هي خلص طابت اختفت بطل فيها فيزيكلز، هاي المنطقة بصيبها إشي اسمه post herpetic neuralgia. البوست herpetic neuralgia عادة بتكون painful and touch يعني حتى المريض ممكن يبطل يقدر يلبس أواعي، فمش مزح الشينجلز. VSV can cause granulomatous arteritis which may cause infarction أو infarcts. لما نحكي كلمة granulomatous arteritis الدكتور هيك رماها ويلا انتو دبروا حالكو، يا تحفظها زي ما هي يا تفهم. الجرانيولوماتوس ارترايتس هي واحد من التايبس تاعيت الفاسكولايتس اللي بنسميها جاينت سيل فاسكولايتس او جاينت سيل ارترايتس او تمبورر ارترايتس. اوكي فالمصطلح هون المستخدمه هو جرانيولوماتوس ارترايتس which may cause infarcts ممكن تعمل infarction، هي عبارة عن فاسكولايتس بتصير باللارج فيسلز عادة بتصير بنفسها اللي مسميها تيمبورال، بتصير بالفيسلز تاعيت التيمبورال لوب وبرضه الفيسلز اللي بتغذي الاي اللي هي اوفثالميك ارتري، فبعدين اذا صار فيها انفلاميشن ممكن يصير عندي بلوكج بعدين يصير في عندي انفاركشن وممكن المريض ينعمي. فجرانيولوماتوس ارترايتس هي نفسها التيمبورال ارترايتس، ما بعرف اذا مطلوبة منكم بأي مكان ثاني التمبورال ألترايتس بس هون بالسلايدات دكتور مش حاكي عنهم ولا شارح عنهم، بس انه اعرفوا انه الهيربيز زوستر في لها علاقة بالجرانيولوماتوس ألترايتس. In immunosuppressed patients acute herpes zoster encephalitis can occur. Okay. Inclusion bodies can be found in glia and neurons. كالعادي في inclusion bodies لأنه viral infection. هون المعلومة بحكي لك إياها إنه متى بيصيبني انسفيلايتس بسبب هيربيز زوستر، لما يكون عندي المريض اميوني كومبرومايز. اوكي يعني المريض العادي ما بيصيبه هذا الحكي. الفيروس اللي بعديه اللي هو سي ام في، فيروس سي ام في احنا جبنا سيرته اذا انكم متذكرين بيكون يعني وضعكم خرافي متذكرين المادة كويس، جبنا سيرته باول كم سلايد باول 6 سلايدات اللي كانوا عندكم. سي ام في انفيكس ذا سي ان اس in fetuses and immunosuppressed patients. okay يعني بضرب نوعين fetus او immunosuppressed patients. لحد هسه احنا ثلاثه من الانفكشنز لهم دخل بالولاد الصغار الفيتاسز، حكينا عن روبيلا الكونجنيتال روبيلا بتنتقل اوكي، وحكينا عن الهيربيس زوستر ال اتش اس في سوري هيربيس سيمبلكس فيروس تايب 2، حكينا عن الهيربيس سيمبلكس فيروس تايب 2 انه بينتقل خلال البيرث، وهذا اللي هو سي ام في برضه بيصيب الفيتاسز. فهسه لحد هسه ثلاث بس خذوا فكره. بقول لك ان يوترو انفكشن اوكي causes severe brain destruction، يعني بيجي الولد بنولد عنده severe brain destruction لانه سي ام في بينتقل عبر البلاسينتا. تمام بقول لك in the periventricular areas with necrosis followed by microcephaly and calcification.
هاي المعلومة اللي انحكت أصلاً بأول كم سلايد، إنه periventricular بكون موجود CMV لأنه بحب يضرب البارنكا الابندايمال سيلز والخلايا اللي بتكون سب ابندايمال اللي حوالى الابندايمال سيلز، فعشان هيك الانفكشن بيكون periventricular، فبيعمل نيكروسيس بالperiventricular area. أوكي؟ followed by microcephaly and calcification. microcephaly معناها انه small head. اوكي يعني بصير بشرنكج للبرين فالهيد تبعه بصير small. and calcification بصير في عندي calcification بالسي ام في داخل البرين بقدر اشوفه على صورة السي تي. السي ام في is a common opportunistic viral pathogen in individual with AIDS. يعني حكينا فيتس هذا الوضع الطبيعي انا ما بشوفها بالغير بالفيتسس، او اذا كان مريض immunocompromised بمرضى الايدز. بالهيستولوجي، قبل الهيستولوجي بدي افرجيك الصورة هاي. هاي الصورة طبعا صورة مش مطلوبة كالعادة، لما الصورة افرجيك اياها انا. هون السي ام في هاي عبارة عن سي ام في ليجن عاملة كالسيفيكيشن وعاملة انفكشن بالمنطقة اللي هي بيري فينتريكولر اريا، شايفين حوالى الفينتريكلز. تمام. بالهيستولوجي سب اكيوت سي ام في انسفلايتيس اسوسييتد وذ انكلوجن بيرنج سيلز، يعني في عندي انكلوجن بوديز يعني بس مصطلح ثاني لنفس الحكي. از ذا موست كومون باترن اوف انفولفمنت ان ذا اميونو سبريس بيشنتس، فبيكون عندي اسوسييتد وذ انكلوجن بيرنج سيلز. although any type of cell within the CNS can be infected by CMV، يعني أي نوع من الخلايا سواء كان جليال ولا ابندايمال ولا نيورونز. بحكي لك there is a tendency for the virus to localize in paraventricular subependymal regions of the brain. paraventricular حوالي الventricles، subependymal يعني تحت الابندايمال سيلز مباشرة، regions of the brain اللي هم هذول paraventricular subependymal region of the brain. This results in a severe hemorrhagic necrotizing and choroid plexitis. necrotizing damage. دكتور مش مكمل الجملة هون. بيكون عندي severe كل الانفكشن الفيرال انفكشن بيعمل hemorrhagic necrosis بالمنطقة اللي بيعمل فيها انفكشن سواء كان CMV ولا HSV. بعدين بيعمل إشي اسمه كورويد بليكسايتس. الكورويد بليكسايتس اللي هو الجزء من الابيدايمال سيلز اللي هم سبيشالايت سيلز اللي بيفرزوا السي اس اف، فبصير في عندي انفلاميشن فيهم. كورويد بليكسايتس، ايتس يعني انفلاميشن، يعني انفلاميشن اوف ذا كورويد بليكسس، فهذا السي ام في. فالسي ام في سهل، ما قلنا نراجع السريع بيصيب مين؟ بيصيب الفيتسز وبيصيب الاميونو كومبرومايز والمنطقه اللي بيصيبها اللي هي البيريفنتريكولر، وباقي المعلومات معظمها سهله. الفيروس اللي بعده اللي هو بوليو فيروس. البوليو فيروس هو is an interior virus. okay. interior viruses اللي هم الفيروسز اللي عادة بتكون موجودة بالجي اي تراكت، وطريقة الترانسميشن تبعها في كورال. وحكينا the most common causes of viral اللي هي meningitis، viral meningitis كان شو اللي هم interior virus. البوليو نوع من interior virus، بس البوليو ما بيعمل منينجايتس، بيعمل إشي أسوأ مليون مرة، بيعمل إشي اللي بنسميه بالعربي شلل الأطفال. causes paralytic polio myelitis. paralytic يعني شلل، بوليو بسبب الفيروس، بوليو myelitis inflammation of the spinal cord. أوكي فإحنا من الاسم نقدر نعرف شو بيعمل المرض. It has been eradicated by immunization in many parts of the world but there are still many affected regions. البوليو هو هيومن ديزيز، بنتقل من الهيومن للهيومن، ما في له سكندري ريزرفوار، فعشان هيك لو نقضي عليه تماما بالعالم بيختفي، بس احنا لحد هسه مش قادرين نطعم كل البشر الموجودين لانه عاده بيكون في حروب، مناطق فيها حروب فما بتصل للكل. مثلا بالاردن احنا ما عندنا بوليو بس موجود بمخيم الزعتري، ونفس الاشي اللي صار باليمن بعد الحرب بين البوليو يبلش بالمنطقه اللي فيها الحرب. المطعوم تبع البوليو، معلومه جانبيه انه المطعوم تبع البوليو عمله واحد من العلماء ب 1950، وكان المرض يعني مأذي الناس بطريقه عجيبه، وكان دائما يعني احد اسباب انه انت الاهل يخلفوا اولاد كثير انه في عندهم ولدين ثلاث راح يموتوا، واحد منهم راح يموت بالبوليو.
Okay. Infection with polio virus most often causes subclinical or mild gastroenteritis. Gastroenteritis يعني بمعنى آخر بصيبه سهال. يعني معظم الناس إذا صابهم infection للبوليو بصيبهم عبارة عن subclinical أو mild gastroenteritis. تمام؟ بحكي لك in few only 1% of cases. It secondarily invades the CNS and causes damage and loss of motor neurons in the spinal cord and brain stem. فبضرب الموتر نيورونز in the spinal cord and brain stem. موتر نيورونز اللي هم اللور موتر نيورونز اوكي نفسهم بالسباينال كورد والبرين ستيم. بالسباينال كورد عارفين شو هم، برين ستيم لانه في عندي كرانيال نيرز مسؤوله عن لها موتر فانكشن، هاي فيها موتر نيورونز اوكي. ريزلتنج ان فلاسيد باراليسيس، بيصير المريض عنده فلاسيد باراليسيس. ماسل ويستنج اوكي، دائما لور موتور نيورون ليجل تعمل يعني باكج مع بعضه. انا ببطل اغذي المسل فبصيرها باراليسيس، والباراليسيس هاي نسميها فلاسيد باراليسيس لاني انا قطعت تماما اي نيرف يصل لهاي المسل، فبيكون فلاسيد يعني التون اي تون يعني ما في تون للايد، يعني لما تحرك الايد بتتحرك معاك باريحيه لما تكون هي يعني انا بدي افحص بني ادم عنده باراليسيس فلاسيد باراليسيس بمسك ايده وبحركها بتتحرك معي بسهوله. مسل ويستنج لانه انا ما في نيرف يغذي المسل، وفي قاعده يوز ات اور لوز ات، فبصير عنده مسل ويستنج. اند هايبو ريفليكشن لانه الريفليكشن اللي هو مثلا ديب تندون ريفليكسز او اي ريفليكس باي تندون ثاني بتحتاج تو باث ويز، بتحتاج افيرنت وافيرنت باث واي، بتحتاج انه لما اضغط على اضرب التندون يصير في عندي باث واي تروح سنسوري، بعدين الباث واي الثاني مباشره ترجع موتور ويصير في عندي الريفلكس. انا وقفت هاي الموتور بطل في عندي موتور نيورون، فحتى انا لو قد ظلني اضرب على الباتيلا مليون مره ما راح يصير في عندي ريفلكس. فهايبر ريفلكسيا ان ذا كورسبوندينج ريجن، حسب الريجن اللي بضربها. فهذول الاربعه انت افهم اللور موتور نيورون ليجن مفيش داعي تحفظهم اوكي. فالفكره ان البوليومايلايتس بتعمل لور موتور نيورون ليجن بالسباينال كورد والبرين ستيم. ان ذا اكيوت ديزيز ديث كان اوكير فروم باراليسيس اند ريسبيراتوري اوف ريسبيراتوري موسلز. هسه صار عندي باراليسيس للريسبيراتوري موسلز، البني ادم بيقدر يتنفس ما بيقدر يتنفس. اوكي الصوره هاي بتبين المكان اللي بضرب فيها البوليو. البوليو بضرب الانتيريور هورن سيلز. انتيريور هورن سيلز عبارة عن جري ماتر اوكي، اللي هي المنطقة اللي هي عبارة عن لور موتور نيورون. بضرب الانتيريور هورن سيلز وبس يضربها ببطل في عندي موتور سيجنال تطلع من السباينال كورد او من البرين ستيم. هاي الصور بس عشان نحكي لكم انه قد ايه كان البوليو زمان مرض سيء وخطير. كان كثير ناس يصيبهم باراليسيس وكثير رعية اللي يكون في عندهم أولاد صغار ما بيقدروا يتحركوا، ومش كل العالم عنده أصلاً ويلتشيرز، فكثير من الأولاد صغار هذول لأنهم بطلوا يقدروا يتحركوا يعني ممكن الأهل ما يعتنوش فيهم بعدين يموتوا بإنفكشن أو إشي معين. وإذا وصلوا very severe ممكن يحتاجوا يعني بيصير عندهم respiratory failure لأنه الديافرام بطل يشتغل. أوكي هاي الإشي اسمها iron lung، هذا اختراع قديم كنا نستعمله زمان، عبارة عن نيجاتيف بريشر فنتيليشن اللي بيصير انه بيكون هون كلوزد بس وجهها بيكون برا، هاي مثلا بنت صغيرة بنوتة بيكون وجه المريض بس برا، وبيكون داخل الشامبر هاي بيصير فيها نيجاتيف بريشر فبتسحب الشست لبرا، بعدين بيرجع بيروح النيجاتيف بريشر بيرجع الشست فبصير تتنفس زي كأنه تنفس اصطناعي. بس هذا الحكي قبل ما نخترع الفنتيليترز عشان البني آدم يظل يقدر يتحرك راسه ويعمل اللي بده اياه. الايرون لانجز بطلنا نستعملهم مش موجودين بالطب، ما بتلاقيهم مش غير بالمتاحف. اخر بني ادم كان على الايرون لانج اظن توفى بال 2014 وهو اخر مريض بوليو بالعالم كان موجود على الايرون لانج. anyway. هاي الصوره فيها بالنسبه للبوليو سباينال كورد انتيرير هورن، احنا حكينا انتيرير هورن ان ا بيشنت هو دايز دايد 6 دايز افتر ذا اونست اوف illness. عاد على الاغلب انه صابوا ريسبيراتوري فيلير. ذير از ا نيو
نيوتروفيلز، في عندي نيوتروفيلز الاكيوت اكيوت دامج اكيوت انفكشن لاي شيء عندي نيوتروفيلز، بس هذا فايرال، فالفيرال لازم اشوف ايش الليمفوسايتس. برضو في عندي ماكروفاجز بسبب الانفلاميشن والدمج، سم از بيريفاسكولار كافس، حكينا بيريفاسكولار كافس ليمفوسيتك بيريفاسكولار مونو نيوكليير سيلز، اول نيورونز ار ديجنريتد، كل النيورونز ديجنريتد، هذا عباره عن ديجنريتد نيورون، ديجنريتد نيورون هافينج نو نيوكليس اند كونتينينج ليتل اور نو نيشل سبستانس، هذا هو نفسه الريد نيورون. سم ار شرنكن اند اوكوباي لارج vacuoles اللي هي macro vacuolization إذا متذكرين حكينا عنها زمان. Several necrotic neurons are being phagocytes اللي هي neurophagia اللي هي لما يتيجي النيورو اللي هم النيوروفاجيا اللي هم الماكروغليا تعمل phagocytosis لل النيرفس سيل للنيورون. Poliomyelitis برضو هاي الصورة. Spinal cord anterior hord in a patient who died 7 days after the onset of illness. There is excessive destruction of all neurons except a degeneration and shrunk single neuron. Generated single neuron يعني كل النيورونز راحوا، فيش نيورونز هون من مرة، اختفوا. Anterior hord انمحى ما عدا هاي الوحيدة برضو degenerated. There is infiltration by lymphocytes, plasma cells and macrophages which are swollen with pale granular lipid forming macrophages. هذولا لما يكون الماكروفاجز هيك lipid foamy granular يعني هاي الماكروفاجز شبعت قد ما أكلت، عارفين ليش؟ لأنها قاعدة بتاكل بكل الدمج سيلز اللي موجودة. اوكي فهاي الفومي ماكروفاج، اوكي هاي عاده بتكون دليل انه الماكروفاجز قربت تخلص الكليننج بروسيس اللي قاعد تعملها. بوشينج ذا نيوكليوس تو وان سايد اوف ذا سيل، فهاي بالفومي ماكروفاجز بيكون النيوكليوس على جهه واحده. معلومه موجوده بالصوره ما حدا راح يسالك عنها بالامتحان. هيك بنكون خلصنا البوليو. هسه المرض اللي بعديه اللي هو الريبيز، اللي هو لما نحكي انه البني مسعور، اللي هي عادة موجودة وين؟ بالكلاب. اوكي عندنا بالاردن خصوصا موجودة بالكلاب. Rabies is a severe encephalitis, very severe. ال death mortality rate اذا الرابيز وصل للبرين المورتاليتي ريت 100%. انا دورت ما في فيروس بالدنيا او انفكشن المورتاليتي ريت تعيته 100% للرابيز، مش معروف ولا اي حالة بالتاريخ وصلت مرحلة انه الرابيز وصل للدماغ تبعه وعاش بعد ما وصل. يعني اذا انت عضك الكلب بعدين كلب مسعور بعدين وصل للدماغ هذا الانفكشن مليون بالمية راح تموت، بعيد الشر عن الجميع طبعا. Transmitted to humans by bite of a rabid animal. Rabid يعني عنده rabies. كلب مسعور. Various animals such as animals كثيرة منها الكلاب ومنها اللي هم السناجب وممكن مرات فيران. بحكي لك هم الناتشرال ريزرفوار فور ذا فيروس. اكسبوجر تو سم سبيشيز اوف باتس. ورانا كورونا ولا ريبيز. اوكي ايفن ويذاوت ا بايت از ا ريسك فاكتور فور ديفلوبينج انفكشن، يعني اذا ضلينا حوالي الخفافيش ممكن يصيبنا ريبيز حتى لو من دون ما يصير في بايت، اما باقي الحيوانات لازم يكون في بايت. فيروس انترز ذا سي ان اس باي اسندينج الونج ذا بريفرال نيرفز فروم ذا وون سايد. حكينا احنا واحد من الفيروسز، واحد من انتقال الباثوجين وبالاخص الفيروسز للبرين بارينكايما وللسي ان اس هو عبر البريفرال نيرفز، بيعمل اسندنج. كيف بيصير هذا الاسندنج؟ اللي بيصير عندي انه انا بيصير عندي بايت، اوكي بيصير في عندي انفكشن، بدخل الفيروس هون بدخل على البريفرال نيرف، الفيروس ببلش يطلع شوي 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 حتى يصل للبرين، هيك بيصير الاسندنج. So the incubation period، الانكيوبيشن بيريود اللي هي الفترة بين تعرضك للفيروس وفترة بدء الأعراض. طبعا إذا بدأت خلصت الانكيوبيشن بيريود وأنت عندك ريبيز يعني بلشت الدمج للسي ان اس خلص death. Depends on the distance between the wound and the brain usually taking few weeks or months، يعني الفترة اللي بين البايت حتى يصل للبرين بتقعد weeks لmonths، مثلا كانت البايت بالإيد أسرع كانت بالليج أبطأ. اوكي
As the infection advances, the patient shows extraordinary CNS excitability. المريض بنسعر، اوكي؟ هذا هو مختصر هذا الحكي اللي هو. The slightest touch is painful بالنسبة له with violent motor response progressing to convulsion. هذا الحكي متى بيصير؟ لما يصل الانفكشن للبرنكايما، اوكي؟ بحكي لك with violent motor response progressing to convulsion، ممكن يصيبه صرع خلال العملية هاي. Contraction of the pharyngeal muscles may create an aversion هيت، هافيرجن معناها هيت، تو سولوينج ايفن تو ووتر، هايدروفوبيا، الخوف من الماء. عشان هيك اصلا الكلاب اللي بتكون مسعوره بيكون عندها زبد، الزبد هذا لانه مش قاعد ببلع اللعاب تبعه، لانه عنده كونتراكشن بالفرنجيال ماسلز، بينفول كونتراكشنز، بتعمل له هيت اوف سولوينج، اي شيء بيدخل حلقه بصير في عندي هاي البينفول كونتراكشنز، ما ببلع، لا ببلع مي ولا بشرب مي ولا حتى لعابه، فسواء كان طبعا مريض بني ادم ولا حيوان نفس الموضوع. Periods of alternating mania and stupor progress to coma. المريض بيصيبه مانيا، بعدين بينام، بعدين بيرجع بيصيبه مانيا حتى نصل للكوما، بعد الكوما بيصيبه death from respiratory center failure. يعني death cause of death بالرابيز هو respiratory center failure، ولو ما ماتش يعني مش حياة البني آدم انتهى. احنا حكينا هون بقولك virus enters tissue from saliva of a biting animal. Virus replicates in the muscle near the bite. Virus moves up the peripheral nervous system to the CNS. Ascend through the spinal cord. Reaches the brain and causes fatal encephalitis. دائما fatal. Virus enters the salivary glands and other organs of the victim. بعدين المريض هذا لو عض بني آدم برضو بنقول له المرض. عبارة عن فيلم زومبي مرض الريبيز. اوكي. في فيديو بآخر الفيديو هذا راح أعرضه. هذا الفيديو يعني عشان تشوفوا الريبيز، بس معلومات خارجية. الريبيز ما منشوفه، إحنا ما منشوفه لا بالمستشفيات ولا بأي مكان بالعالم، وآخر حالة سجلت ممكن ب 1980 لحالة بني آدم صابوا الريبيز وما تعالجش، لأنه فيه له علاج. العلاج طبعا انت حكيت لي طبيعة عدنان فيتال مليون بالمية، العلاج قبل ما تنصاب. اللي بيصير انه الفيروس بدخل، انت بتنعض، بنعطيك انتيبوديز ضد الفيروس، وبنعطيك الانتيجين المطعوم تاع الفيروس. فاحنا بنعطي المريض اللي بنعض شغلتين، هاي معلومة جانبية بس عشان تفهموا، بنعمل له اميونيتي يعني بنعطيه انتيجين، لانه انا حكينا لكم من ويكس لمنت حتى يصل السيانس، نعطيه الانتيجين المطعوم بصير عنده اميونيتي ضد الفيروس، وبرضه بنعطيه انتيبوديز جاهزه ضد الفيروس. فشو اللي بيصير للفيروس هذا؟ بتدمر قبل ما يطلع وقبل ما يصل البرين، وهي الطريقه الوحيده انه نعمل بريفنشن للريبيز اذا صابت حدا. واحسن طريقه اللي هي الابتعاد عن اي المخلوقات هاي اللي ممكن تنقل الريبيز. هسه ال HIV human immune deficiency virus which causes AIDS. ال HIV can have a direct effect on the nervous system as well as setting the stage for opportunistic infection or tumors that can involve the nervous system. ال HIV بتعمل AIDS. الفكرة انه الـ HIV نفسها ممكن تعمل infection للـ CNS من دون ما تعمل AIDS. AIDS يعني immunodeficiency اظن disease، ناسي صراحة. acquired immunodeficiency syndrome اللي هو AIDS. الفكرة انه الـ AIDS هو عبارة عن انه لما تقل عدد الـ CD4 اللي هم خلايا الـ T-cell عن نسبة معينة، عن عدد معين، بصير في عندي البني آدم معرض لـ opportunistic infections و tumors. اوكي؟ فبحكي لك انه الطريقة اللي ممكن الـ HIV اذا الـ CNS ثلاث: direct infection من الـ HIV، او يصير معرض لـ opportunistic infections تأذي المريض، او يكون معرض لـ tumors تأثر على الـ CNS. 60% of individuals with AIDS develop neurological dysfunction during the course of their illness. In some, it dominates the clinical picture. في عدد منهم بيكون في عندي CNS involvement خلال الـ illness تاعيتهم، بحكي لك 60%، يعني نسبة عالية. Patterns of direct injury to the brain include aseptic HIV meningitis, HIV meningoencephalitis, أو vacular myelopathy.
فاول إشي اللي هي اكثر إشي سمبل بيعملوا الايدز كنفسه كانفكشن اللي هو مننجايتس، بيعمل اسيبتيك مننجايتس عاديه اللي هي نفسها اللي موجوده بالانواع الثانيه من الاسيبتيك مننجايتس. بيقول لك occurring in about 10% of patients within 1 to 2 weeks of سيرو كونفرجن. سيرو كونفرجن اللي هي النقطه اللي بيصير فيها الاتش اي في انتيجين ديتكتابل داخل البلد. اوكي هاي عاده بتصير بعد شهر من الاصابه او بعد اسبوعين من الاصابه بالفيروس. بقول لك within 1 to 2 weeks of سيرو كونفرجن ممكن يصير عندي 10% of patient بيصير عندهم اسيبتيك اتش اي في مننجايتس. طبعا 1 to 2 weeks after السيرو كونفرجن هاي هذا حكي قبل ما يصير عند البني ادم ايدز، يعني هو هذا احنا بنحكي عن اتش اي في انفكشن بشكل عام. عشان هيك مرضى الاتش اي في، مرضى اللي بيكون عندهم ريسك للاتش اي في وبيكون بيصيبهم اسيبتيك مننجايتس، دائما بالمستشفيات في بروتوكول انه يتاكدوا انه عندهم اتش اي في ولا لا. ثاني نوع من الانفكشن ممكن يصير اللي هو منينجو انسفيلايتس، اللي هي سب اكيوت انسفيلايتس كوزينج ايدز ديمنشيا كومبلكس. ال HIV مننجو انسفيلايتس ممكن تصير ب يعني سواء كان المريض اكيوت قبل ما يتطور ويصير عنده ايدز او خلال بعد الايدز. هاي بسموها ايدز ديمنشيا كومبلكس. فالايدز لما تسمع مصطلح ايدز ديمنشيا كومبلكس، ديمنشيا اللي هو خرف الايدز، هذا معناه انه المريض صابه مننجو انسفيلايتس بسبب الاتش اي في. بالهيستولوجي ذا برين شوز كرونيك انفلاماتوري رياكشن، شوز كرونيك انفلاماتوري رياكشن وذ وايدلي ديستريبيوتد انفلتريت اوف ماكروغليال نيدولز كونتيننج ماكروفاجز دايفيرتد مالتي نيوكليتد جانسلز. يعني الفرق الوحيد بالهيستولوجي بين الانسفيلايتس برينكايمال انفكشن اوف اني فيروس والايدز موضوع المالتي نيوكليتد جاينت سيلز، اللي هي الصوره اللي فرجينا اياها شفناها باول السلايدات عن هذا الموضوع اللي هي هاي الصوره. هاي عباره عن مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، هاي نفس الصوره كانوا اربعه وانا قسمتهم. اوكي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز فيها اكثر من النيوكليس، هاي عباره عن باثونيمونيك لل اتش اي في انسفيلايتس منينجو انسفيلايتس اللي هي نفسها اللي بتعمل الايدز ديمنشا كومبلكس. اخر دمج ممكن يصير بسبب الايدز سوري بسبب الاتش اي في اللي هو الفاكولر مايلوباثي involving the tracts of the spinal cord can resemble subacute combined degeneration although serum levels of vitamin B12 are normal. وانا الدكتور رمى المعلومه ورا بعض. اول شيء بتضرب للتراكتس اوف ذا سباينال كورد، هاي هي الفاكيولار مايلوباثي. اوكي طيب بحكي لك الريزمبلز يعني كلينيكال ساينز تاعينها بتكون مثل شيء اسمه سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. سب اكيوت كومبايند ديجنريشن هو عباره عن دمج بيصيب السباينال كورد سببه اللوس اوف بي 12. اوكي عباره عن ديفيشنسي بالبي 12، وعاده الديفيشنسي بالبي 12 عشان تصل لمرحله انها تكون فيري سيفير عشان تعمل سب اكيوت كومبايند ديجنريشن يعني بدها تايم. anyway فهسه بدنا نحكي لكم شو هو السب اكيوت كومبايند ديجنريشن. سب اكيوت كومبايند ديجنريشن بنشوفه بالبي 12 ديفيشنسي. تمام هو عباره عن متذكرين التيبس دورسالس حكينا عنه بالسيفلس، دورسال كولوم والدورسال هورن اللي هم مش الدورسال هورن سوري الدورسال كولوم والدورسال روت. اوكي السب اكيوت كومبايند ديجنريشن هو عباره عن دورسال كولوم ودورسال روت زائد دورسال سباينو سيريبيلر تراكتس. اوكي السباينو سوري الكورتيكوسباينال تراكتس، سباينو سيريبيلر ما لهم دخل. الكورتيكوسباينال تراكتس هم التراكتس المسؤوله عن الموتور فانكشن. اوكي الكورتيكوسباينال تراكتس والدورسال روت هم المسؤول عن السنسوري انرفيشن لكل الجسم، والبوستيريور كولوم مسؤول عن الفايبريشن سنس والبوزيشن سنس والبروبريسبشن. يعني هو عباره عن تيبس دورسالس زائد موتور ديسفانكشن لانه اللاترال كورتيكوسباينال تراكت بضرب. هذا الحكي بالسب اكيوت كومبايند جنريشن. بالنسبه للفاكولار مايلوباثي دكتور ما راح يسالك شو هو السب اكيوت كومبايند جنريشن بالامتحان لانه مش ذاكره مش شارحه، بس الفكره
من باب العلم بس، انه الفاكيور الميلوباثي اللي بتصير بالايدز هي نفسها اللي بتصير بسبب كومباند جنريشن من دون ما يكون عندي بي 12 ديفيشنسي. اخر انفكشن بدنا نحكي عنه اللي هو بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انسفيلوباثي. بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انسفيلوباثي من اسمه اول اشي بروجريسيف، يعني بيصير بشكل متدرج. مالتي فوكال يعني في عندي اكثر من فوكس داخل البرين فيها هذا الدمج. ليوكو انسفيلوباثي، انسفيلوباثي اللي هو عبارة عن ديزيز بالبارينكايما. ليوكو انسفيلو يعني ديزيز بالوايت ماتر للبارينكايما، بمعنى اخر ديزيز للمايلين. بروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انسفيلوباثي هو ديزيز للمايلين، وذكرنا باول كم سلايد انه واحد من الاشياء اللي بتاثر على المايلين اللي هو البي ام ال. البي ام ال سببه هو رياكتيفيشن لشيء اسمه جي سي فيروس. اوكي، الجي سي فيروس از كوزد باي جي سي فيروس، هو الدكتور هيك بيكتب، هو بوليما فيروس، بوليما فيروس ويتش انفيكتس اوليغودندروسايتس. So demyelination is its principal pathological effect. The disease occurs invariably in immunocompromised individuals. يعني بيصيب بس immunocompromised individuals. Most people show serological evidence of exposure to GC virus during childhood, and it is believed that PML results from virus activation because of immunosuppression. عشان نفهم الطبخة هاي كلها. في شيء اسمه جي سي فيروس، جي سي فيروس هذا فيروس مش مهم ابدا 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 بالوضع الطبيعي. بيصيبك وانت صغير، معظم الناس عندهم جي سي فيروس، تقريبا 60 ل 70% من الشعب صابهم. بيعمل فلو عادية، يعني انت بتفكر حالك صابك فلو برد. الفكرة انه جي سي فيروس هذا ما بيختفي، بحكي انا مفكرني بني ادم، فكرني فيروس ضعيف، والله لفرجيك، بيروح بينام بواحدة من السيلز داخل البرين أو داخل خلايا ثانية داخل الجسم، وبيظل نايم طول العمر، بيستنى الفرصة يصير البني آدم immune compromised. بس يصير البني آدم immune compromised سواء AIDS، سواء أخذ درج معين، سواء old age very old age، وصار المريض immune compromised، بيصير reactivation لهذا الجي سي فيروس، يعني ممكن يقعد 40 50 60 سنة وهو dormant. صاروا رياكتيفيشن، بروح بهاجم الاوليغودندروسايتس وبيأذي المايلين شيث، بيعمل دي مايلينيشن وبيصير عندي شيء اسمه بي ام ال، والبي ام ال يعني شيء سيء وفيري سيفير. فحكينا بسبب الاميونو سبريشن بصير رياكتيفيشن. ايمجينج ستاديز شو اكستنسيف مالتي فوكال رينج انهانسينج ليجنز. كلمه رينج انهانسينج كلمه بالسي تي بنحكيها، معناها انه الليجن لما اعطيته بسم الله الرحمن الرحيم، اعطيته داي داخل ال الفينز. Imaging studies shows extensive multifocal ring enhancing lesion in the hemisphere in the hemispheric or cerebral white matter. يعني بالوايت ماتر. Ring enhancing lesion هو مصطلح نستخدمه بال سي تي لما نعطي احنا اللي هي كونتراست، وهاي الكونتراست بنعطيها اي في لاين، بعدين بتدخل على الجسم بتروح على البرين وبتروح بتعمل انهانسينج لهاي الليجن، وبتبين زي شكل الرينج اوكي على السي تي. فعلى بنسميها رينج انهانسينج ليجن، يعني عباره عن ليجن اخذت الداي، اخذت الكونتراست اللي اعطيناه للمريض. اوكي، بس عشان يعني من باب برضه المعلومه. Imaging study shows extensive multifocal ring enhancing lesions in the hemispheric or cerebral white matter. تمام، فهي موجودة بالوايت ماتر، سواء بالهيمسفيريك أو سيريبرال، يعني بالسيريبرال. Okay. Grossly, the lesion consists of patches of irregular, ill-defined destruction of white matter that enlarges as the disease progresses. انا مش حاطط لكم صوره للبي ام ال زياده، ما في داعي لها، بس فكرتها انه بيكون الدمج موجود بالوايت ماتر واضح. اوكي، وهاي الريجولار باتشز وبصير تكبر كل ما الديزيز بروجريس، وبعدين اخر شيء المريض الله يرحمه بيموت. Each lesion is an area of demyelination. اوكي، فيها region of demyelination لانه انا هاجمت على الاوليغودندروسايت، دمرتها ودمرت ال المايلين اللي بنتج من الاوليغودندروسايت. In the center of which are scattered lipid-laden macrophages.
عندي ليبيد لايدن ماكروفاجز، ماكروفاجز عملت لانها فاجوسايتوزز وعملت ليبيد لايدن ماكروفاجز اند ريديوسد نمبر اوف اكسونز، عدد الاكسونز قل لانه انا عملت دامج للليجودندروسايت ومع الانفلاماتوري بروسيس اللي صارت الماكروفاجز والانفلاماتوري سيلز بتدمر عدد الاكسونز اند ات ذا ايدج اوف اوف ار جريتلي انلارجد اوليجودندروسايتس نيوكليي هوز كروماتين از ريبليسد باي جلاسي اموفيليك اموفيليك اه بالضبط اموفيليك فايرال انكلوجين. اموفيليك فايرال انكلوجين عباره عن فايرال انكلوجين بتكون موجوده بالبي ام ال. تمام، الفكره هون اللي حكيناها انه بيكون عندي ماكروفاجز ريدوس نمبر اوف اكسونز، بعدين عندي بيكون بالادج يعني على الاطراف بيكون في عندي اوليجودندروسايت جريتلي انلارجد لانه صار فيهم انفكشن، وبدل ما يكون في عندي النيوكلياي الكروماتين تبع النيوكلياي بيصير مكانه شيء مسموه جلاسي اموفيليك فايرال انكلوجين. تمام، فهي دي مايلينيتنج ديزيز. هاي الصورة من كت سكشن وعاملة هيستولوجي ل لبرين. الفكرة انه هاي جري ماتر هاي كلها اوكي وهاي وايت ماتر. فهاي بقول لك سكشن ستاند فور مايلين شوينج الريجولار بورلي ديفايند ارياز اوف ديمايلينيشن ويت بيكمز كونفلوينت ان بليسز. هاي عبارة عن الليجولار باتشز اوف ديمايلينيشن بالوايت ماتر، هاي جري ماتر وهاي وايت ماتر اوكي. الصورة اللي تحت بيكون عندي فيها enlarged oligodendrocytes nuclei and stained for viral antigens surrounding the area of early myelin lesion. وفيها الستين مبين فيها انه في عندي الميلين لوس. اوكي هسا هسا هيك احنا بنكون خلصنا الفيرال انسفيلايتس. وهسا بدي اشرح بدي افرجيكم الفيديو اللي هو تبع الريبيز. احنا هيك خلصنا الماده، هذا فيديو اضافي ما له دخل بالماده اوكي، او يعني له دخل بدك تحضروه له دخل بالريبيز، بس الفيديو شوي يعني مش عائلي جدا لانه يعني الريبيز مرض سيء. Of the Pasteur Institute in order to receive treatment. This man developed symptoms of rabies. On the third day of the disease, he displays a characteristic restlessness and agitation. The most familiar clinical symptom of rabies is associated with difficulty in swallowing. When fluid comes in contact with the throat, it is violently expelled, at the same time producing painful, spasmodic muscular contractions, hence the term hydrophobia, or fear of water. The accessory muscles of respiration are also affected by the attempt to swallow, so that the patient chokes and gasps for air. In order to avoid swallowing, he drools accumulated saliva into a cup. By the fifth day, salivation is copious and almost continuous. There is excessive perspiration and the pupils are dilated. As a precaution against the convulsions which commonly occur in rabies, the patient is secured hand and foot. He displays increasing agitation and delirium. If the accused
excitement phase of rabies is survived, paralysis sets in, accompanied by apathy and stupor. The patient becomes quieter. He lapses into a coma, which is followed, inevitably, by death. يعطيك العافية، هيك احنا خلصنا. الفيديو اللي بعده راح يكون عن الفنجاي والبريون ديزيز.